السيدة زينب عليها السلام تخاطب الرؤوس التي على الرماح، ماذا تقول؟ فوق الرماح رؤوس الحبايب ومنها الجراح دلالي ذايب، فرجة ما بين الناس وصار اسمي يا عباس، فرجة ما بين الناس وصار اسمي يا عباس، أم المصايب أم المصايب. أفلح من يصل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فوق الرماح رؤوس الحبايب منها الجراح دلال ذايب، فرجة ما بين الناس صار اسمي عباس، فرجة ما بين الناس صار اسمي عباس، أم المصايب أم المصايب. فوق الرماح فوق الرماح الجراح دلال، فرجة ما بين الناس صار اسمي يا عباس، فرجة ما بين الناس صار اسمي يا عباس، أم المصايب أم المصايب. بسيئ لك بول فضيل جاوي بني الغالي، إلى الشاعر الموفق أبو مظاهر الأحسائي. بسيئ لك بول فضيل جاوي بني الغالي، اشتضين حالي الغريب بالما لها والي، اشتضين حالي الغريب بالما لها والي، وحق أمي وضليعها وحيرتي الوالي، وحق أمي وضليعها رتي الوادي، تعبتي من السهر وملا حقي عيالي، تعبتي من السهر وملا حقي عيالي، أمشي وأطيب علي نحيبي كيف استريح ذبحة وحبيبي، ترضى يا ابو النماس صار اسمي يا عباس، ترضى يا ابو النماس صار اسمي يا عباس، أم المصايب أم المصايب. فوق الرماح فوق الرماح من هالجراح دلال ذايب، فرجة ما بين الناس صار اسمي يا عباس، فرجة ما بين الناس صار اسمي يا عباس، أم المصايب أم المصايب. أنا حيدر أبويا ونبي جدي، أنا حيدر أبويا ونبي جدي، و
وإذا أبكي ضربوني على خدي على خدي وعلى متني على خدي على خدي ومين عاشور تاوني ما تحيت بعدي ويحطوني الحبل في ركبتي ويدي ويحطوني الحبل في ركبتي ويدي هاي الكفيل ضليت انادي فوق الهزيل بين الاعادي هاي الكفيل هاي الكفيل ضليت انادي فوق الهزيل بين الاعادي ترضى يا ابو النماص صار اسمي يا عباس ترضى يا ابو النماص صار اسمي يا عباس ام المصايب